كيف تمارس المرأة الحامل الرياضة في رمضان؟ تابعونا. تعد الرياضة للمرأة الحامل وسيلة مساعدة لها لإتمام صحة جسمها وصحة الجنين، وأيضاً لها فوائد عديدة تساهم في تيسير حالتها البدنية أثناء فترة الحمل وأيضاً أثناء عملية الولادة. ولكن قبل اتباع رياضة معينة للحامل وخاصة في شهر رمضان، عليها أولاً استشارة الطبيب المعالج لمتابعة هذا النشاط الرياضي ومتابعة حالتها الصحية أثناء الحمل. لذا ننقل لك بعض فوائد الرياضة للحامل في شهر رمضان. تساعد ممارسة الرياضة في لياقة الحامل البدنية خلال فترة الحمل، ومن فوائد ممارسة الرياضة أنها تقلل من خطر إصابة الحامل بمرض السكري الذي يصيب البعض أثناء فترة الحمل، خاصة عند النساء ذوات الوزن الزائد. وتساعد ممارسة الرياضة أيضاً في تحسين الحالة المزاجية للحامل، وتنظم وظائف الجهاز التنفسي للحامل خلال فترات الحمل المتقدمة. لذا عليك في البداية استشارة طبيبك والالتزام بوضع جدول غذائي قوي، وذلك للاستفادة من هذه التمارين الرياضية أثناء فترة الحمل. ويمكنك استشارة المدرب حتى يقوم بوضع تمارين خاصة لك، وذلك لتقليل حدوث أي أضرار لك أثناء ممارسة الرياضة. وعليك أن تتوقفي عن التمارين الرياضية في شهر رمضان خاصة أثناء فترة الطقس الحار، وقومي بزيادة شرب السوائل والماء أثناء ممارسة الرياضة في رمضان، وذلك لتجنب حالات الظمأ. وإذا لم تكوني من الممارسين للرياضة في الأوقات ما قبل الحمل، فعليك إخبار المدرب الخاص بك، وذلك حتى يتم وضع خطة تلائم حالتك أثناء شهر رمضان. واحذري أن تقومي بالتدريب خلال ساعات الصيام، وعليك ألا تجهدي نفسك. واعلمي أن وقت الرياضة في بداية الأمر لا يزيد عن 15 دقيقة وثلاث مرات في الأسبوع، ولا تزيد عن 30 دقيقة بشكل عام، ولكن تأتي هذه الزيادة بشكل تدريجي. ولا يجب البدء بالرياضة إلا بالإحماء قبلها، وذلك بتعليمات من المدرب الخاص. ومن أفضل التمارين في رمضان للحفاظ على صحتك وصحة الجنين رياضة المشي والجري الخفيف والسباحة واليوغا والأيروبيك الخفيف، ولكن ارجعي إلى مدربك أولاً لتفادي حدوث أي أخطاء.